أهلا بكم. في المستهل بتعاون العسكري وفي إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري الروسي، استقبل سيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي السيد شوغايف ديمتري إفغينيفيتش مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا، وذلك بحضور ضباط ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وسعادة سفير فيدرالية روسيا بالجزائر. هذا وقد سمح هذا اللقاء للطرفين بالتطرق لحالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه ليشمل مجالات الاهتمام المشترك. شكرا جزيلا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.